الصوت علي الصوت علي الصوت علي الصوت وعلي الصوت لاش مخبى علي الصوت لاش مخبى راكم نهباك يا أرضاك راكم نهباك يا أرضاك. المطالب ديالنا هي مطالب أربعة كتخص في بعض النقط، هي ضد، نحن ضد الرعي الجائر في المناطق ديالنا في سوس، لان هناك ناس عندهم بساتين صغيره وكيتعرضوا للهجوم من طرف رعاه الرحال وجحافل الجمال. المطلب الثاني الخنزير البري اللي مطلق بواحد الكثافه كبيره في المنطقه وكيهدر حتى الارواح البشريه. المطلب الثالث هو السياسه ديال الاستيلاء على الاراضي ديال السكان بمراسم بظاهر استعماريه، وهذا من بين المطالب الكثيره. وحنا كنركزوا على هذه المطالب الان لاننا حنا هذه الخرجه هذه حنا راه اجبرنا عليها لحقاش حنا دائما في سوس وناس مسالمين يبحثون عن عزه في هذا الوطن الحبيب، ولكن هذه الخرجه هذه نحن اجبرنا عليها. لذلك فكل هاد الناس هذول بصفه جمعويه وبصفه لحقاش منظمين تشوفوا الجمعيه كيطالبوا بهذه المطالب، وان شاء الله راه حنا الحوار حنا فاتحين باب الحوار. المطالب ديالنا هو الرفع الضرر على المناطق ديال سوس بصفة عامة، ما نقولوا ما تستنيوش هنا ولا هنا. السوس متضررة من كل من هي حاجة، من الخنزير البري، متضررة من الرعاة ملك الغباوي وماشي والتهميش من الفوق، هادشي كله من بقى ومن مورا هادشي كاين التهميش للمناطق ديال الجنوب ككل. حنا جينا اليوم باش كنطالبوا رفع الضرر، لانه حتى هجوم هجموا علينا، هجم علينا الحلوف واحد الوقت وهجموا علينا، هجموا علينا الرحال وهجموا كاين تحديد الملكاوي تحديد الملك الغباوي، وكان شي ظواهر استعماريه باقا كتحكم علينا. هذا هو علاش خرج هاد الناس هادو نظام منظمين، راه هذه الوقفه الثانيه ان شاء الله اللي غادي نديرو والحمد لله. ما كنطلبوش شي حاجه، كنرفعوا غير رفع الضرر. وكان مسيره الارض افد عنيني وهو الرعي الجائر وهو يتبكرسين يتواجه سوس الامازيغ عموما تنمرت، والناس ما بقاوش كيحرتوا على هذا الشيء هذه المشاكل. كل بلاد الروحال الروحال والحلوف هذا هو المشكل، كون غارق لونا نقتلوه يعني. الاحزاب السياسيه بالنسبه للمنتخبين ما تيقوموش بواحد الدور اللي خصهم يقوموا به، يعني فوا كيترشح تينتخب تينجح صافي ما تيغبر ما كيقومش بالعمل ديالو احسن قيم. اذا هذا الشيء هذا كيخص دابا الجمعيات ديال المجتمع المدني هما اللي كيشتغلوا دابا اكثر من المنتخبين في جوج المناطق ديال سوس. لا نحن اللي طلبنا غياب الاحزاب السياسيه، لان غياب الاحزاب السياسيه ما بغينا حتى شي واحد يركب على هذا النضال ديال السكان ديال سوس، النضال ديال الناس البسطاء والناس العاديين. ما بغينا حتى شي حزب يبان على حساب هذا، الحمد لله حنا اش كنعرفوا هذا الشيء كامل. لا احزاب هذوك شغلهم هذوك، ملي كيدخل لواحد الدومين راه تيولي شكل اخر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.